نعم مشاهدين كرام، وبدايتنا راح تكون مع جولة الصباح لهذا اليوم، وجولتنا راح تكون من وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث سوق الصدرية. هذا السوق اللي يشع بالحياة ليل ونهار، وأصبح قبلة لكل السائحين والزائرين لهذه المنطقة. خلي ياخذنا بهذه الجولة الصباحية سمير الحميدي، وصباح الخير والعافية عليك يا سمير. من سوق صدرية. صباح الخير يا زملاء في الاستوديو، صباح الخير للسادة المشاهدين، ونحن نلتقيهم في هذه الجولة الصباحية من إحدى أهم المناطق الموجودة في العاصمة بغداد. هذه الأهمية تأتي من عمقها التاريخي وكذلك موقعها في يعني مركز العاصمة بغداد، منطقة الصدرية. منطقة الصدرية يعني الذي يأتي إلى يعني منطقة الشورجة لكي يتسوق يمر إلى منطقة الصدرية، الذي يأتي إلى شارع المتنبي يأتي إلى منطقة الصدرية، أيضا قريبة من جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني وكذلك ساحة السنك. فهذه المنطقة منطقة مهمة بعمقها التاريخي، وكذلك هي منطقة تضج وتعج بالحياة ليلا ونهارا. أي حيثما تأتي إلى منطقة الصدرية تجد يعني فيها ازدحام، حتى أن السواح العرب والسواح الأجانب يسألون عن هذه المنطقة، منطقة صدرية، والبعض يعني أصبح يعني يصور مقاطع الفيديو في هذه المنطقة. يعني منطقة الصدرية يعني يوجد فيها أغلب الأشياء، يعني بيع الخضروات، بيع الألبان والأجبان، كذلك المطاعم. هذه المنطقة أيضا يعني ضمت العديد من الشخصيات الفنية والشخصيات السياسية والرياضية أيضا. يعني كما نشاهد أنه منطقة تعج بالحياة وتعج بالسكان. بالقرب مني أحد المواطنين، راح نسأله عن يعني هل أنه يعني يوميا يجي لهذه المنطقة وشنو رأيه بهذه المنطقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك، تحياتي للكادر وإلى قناة هاي السباقية بدون أي مجابلة. سادي، هاي القناة يعني تطلع من الصبح وتعاني وتشوف العناة الفقير، وعلى هاي المنطقة الصدرية إلها تراث وإلها أهلها وناسها. يعني أكو عالم تطلع لها من 3 الفجر، تطلع أول شيء المحلاتها، بس قبل ما تروح المحلاتها تمر تتريق. هاي الليل مع النهار مفتحين أهل الألبان، منتج الوطني طبعا ندعمه، لان هاي اكيد طبعا، لان هاي كلها عراقي باعتبار. فيجون يمرون باخونا رسول، يمرون بهاي الناس الطيبه، تبيع خضار، اللي يبيع ريوق، اللي يبيع اجبان، اللي يبيع صمون، وناس يعني مستزقه وعلى الله سبحانه وتعالى. يوميا تجي لهالمنطقه؟ انا 14/4/2004 داخل الشورجيا، وهاي اشتغل حمال وهذا معينتي. نعم. تجي من منطقة الشورجة إلى منطقة الصدرية؟ أجي من، أنا بيتي مو هنا، بيتي أنا بالحسينية، فأجي أشتغل بالشورجة، فأجي يومي الصبح أخذ ريوقنا ونتوكل على الله. شلون نشوف هنا الحركة بالأربعة الفجر، 3 الفجر؟ والله للأمانة بدون مجابلة، الصبح كناس بسيطة بثلاثة بالأربعة، لأن ما حد كله نايمة، بس تبدأ 5 وفوق، لا زخم. زخم، هذا واحد بدون مجاملة احكي صحيح. انا نعم، يجون الناس هنا يتريقون، ناس يتريقون، اكو عالم تجي من محافظات بصرة، عمار، كوت، نجف، اكو عالم جاي من الصين، من تركيا، من دبي. فتشوف تمر على بغداد تشوفها مثل جواها الطبيعية، وتمر وتشوفها وحلوة. شكرا جزيلا اخوي. شكرا. عندنا مناشدة من خلاتكم، قناه القناة الطيبة الكريمة، نطالب الشباب العاطلين عن العمل، الدولة تكون تسوي لها شغلة. مثلا أبسط مثال، إحنا بدل ما أنطي رعاية اجتماعية ويصير زخم عين أصرف هاي المليارات كل شهر، جاي أصرف مليارات. نعم. ما أنت تسوي لي شيء. مناشدتي. مناشدتي يفتحون ساحة، يفتحون محلات أسواق، يعني قصدك إرشاك للشباب، عاش تيدك، يعطيه مبلغ مثلا، تعال عمي ايش قد تكفيك 3 ملايين تسوق له، شنو عم مهنتك هاي 3 ملايين؟ يبيع عطور، يبيع مكياج، يبيع مثلا اكسسوارات، يبيع ملابس، افتح له هاي الشغله وكل شهر اقسطها عليه، بس ما اسوي الكشك باسمه، اسويه باسم سند دوله او شيء لحين تزيد المبلغ وحوله اله. فهمتني شلون؟ فاحنا اليوم جزاء الله خير واحد بالدوله وكبير محمد شاع السوداني او قائد قوات، حول من الرعايه الاجتماعيه الى
الدفاع المدني ودعاء، فنطالب من تضحياتنا من قنواتكم مناشدتك وصلت وان شاء الله المسؤولين يسمعون يعني المسؤولين، مو يظل العامل مكسور ظهره، هاي لي متى يعني يصير هيك؟ ربي يرزقك الرزق الحلال ومناشدتك وصلت وشرفنا بحضرتك اخوي، شكرا جزيلا. وما طول احنا جاي نتكلم عن الريوق ووجبه الافطار في الصدريه، يعني مثل ما جاي يشاهدون انه مساله الجيمر، جيمر العرب والكاهي، كل واحد يعني يجي لمنطقة الصدرية يتناول هذه الوجبة، وبالقرب مني أحد صاحب أحد المحلات. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، هلا بك غاتي. سولفنا عن يعني منطقة الصدرية، بأي ساعة يجونك الناس هنا أنت صاحب محل؟ والله منطقة الصدرية 24 ساعة مفتحة ما تعزل، الناس تيجي كل وقت خصوصا بالليل ما تعزل، ومعروفة هي بأكلاتها الشعبية كاهي جيم. الأكلات اللي تقدموها هنا؟ هنا عندنا احنا كاهي، جيمر، جبن، مخلمة، هاي مشويات. الكاهي والجيمر يمكن موجود بغير مناطق، لكن شنو فرق الصدرية عن بقية المناطق؟ منطقة شعبية حلوة، يجي تريق، يروح هنا القهوة، هاي القهوة هنا حلوة مال كفاح. الشباب تجيها بالليل الصبح 24 ساعة مفتح. تقدمون ويا العسل ويا الكاهي والجيمر؟ جيمر ومربى وعسل ويا وحليب. هذا العسل وهاي مربى. حليب، شاي، شي يريد الزبون احنا بخدمته. طبع السواح العرب والاجانب عن هاي المنطقه؟ والله تجيها العالم، اي تجي بكثره تجي. يعني من اي دوله؟ الخليج كله يجي هنا. شنو انطباعهم عن المنطقه؟ الجيمر اكثر شيء يحبونه، ما عندهم جيمر. جيمر هنا متوفر بالعراق من حليب الجاموس، هذا مو كل بلد بي. شكرا جزيلا اخوي، شكرا جزيلا. ايضا يعني نروح على احد الباعه في هذا المكان. السلام عليكم اخويا، شلونك؟ شلونك يا طيب؟ من قلبي. بداية نقول لك الله يرزقك ان شاء الله. ايش وقت انت هنا بالصدريه؟ انا صار لي من 2010 14 سنه انا هنا بالصدريه اشتغل. بأي ساعه يعني يبدي شغلك؟ انا يبدي شغل من 12 بالليل 12 الظهر، 12 ساعه شفت. اي نعم. اي شنو انطباع الناس عن منطقة الصدرية؟ الناس تسمع بالصدرية وتتمنى تجي انه تتناول وجبة الافطار، وجبة الغداء هنا. صحيح، لان هي منطقة شعبية وحلوة يعني، فتجيها من جميع المناطق ببغداد والمحافظات، تجي دائما على الصدرية، يعني يجي واحد يتريق او يتعشى بالليل، يجي يعني هم يتعشى وهم يجون مثلا يتونسون يغيرون جو، يعني هنا اجواء حلوة بالليل، خاصة بالليل، بالنهار يعني بس بالليل احسن تكون اجواء بالصدرية هنا. يعني بالليل بأي ساعة تقريبا؟ والله يعني طول الليل، يعني طول الليل ازدحام هنا، يعني كثاب عندنا ناس يعني تجي من جميع المناطق والمحافظات. اسالك عن السواح، سواح الاجانب، سواح العرب، من اكثر من اي يعني من اي دوله؟ يجون من الخليج ومن الاجانب، حتى من الصين دائما يجون، يعني دائما يجون المناطق يعني الدول العربيه والاجنبيه دائما يجون، يعني يشوفون ويصورون، هذه دائما يجون يعني خاصه هاي المنطقه الصدريه يجون يعني اكثر شيء. الله أنه يرزقك رزق الحلال، بارك الله فيك. نعم أعزائي المشاهدين، زملائي في الاستوديو، مثل ما لاحظتوا أنه أكثر الباعة هنا المتجولين يعني أو الثابتين في هذه المنطقة يتحدثون عن سمير. جمال هذه المنطقة وارتيادها من قبل السواح الأجانب والعرب. معنا السلام عليكم. محافظات العراق يجون من الشمال، من البصرة، من العمارة، يجون هنا المنطقة، هاي منطقة حلوة. أنت من وين حضرتك؟ من بغداد، من المدينة. يومي بس ساعة هنا تجي؟ أنا أجي يومي أطلع بالتسعة بالعشرة. أي زين، أبقى لك وجبة معينة هنا؟ ها؟ ناول وجبة معينة، وجبة الريوق، وجبة البقى. أي أتريق يومي أنا هنا وأتغدى هنا. ألا ما أكل جمر ما أقدر. أي شلون الجمر هنا؟ طيب شوف سواح أجانب وعرب؟ أي يجون أجانب، يجون كراد، يجون من كل المحافظات العراق. سوق المخضر هنا جاي نشوف أنه مخضر، المخضر هنا مناسب يعني؟ والله اكو رخيص واكو غالي. اي اكو مثلا تروح هذا يبيع رخيص ذاك يبيع غالي. نعم. انا اروح لهذا اللي يبيع زين على قد الحال الحمد لله والشكر. شنو شغل حضرتك؟ والله انا موظف بس طلعت. اي ما حياك الله، الله يسلمك. نعم زملاء، نعم حياك الله. نعم زملائي في الاستوديو كما شاهدتم، نعم احد المواطنين يتحدث عن جمال هذه المدينه وارتيادها من قبل السواح. اذا سمير تسمعني، وبالخصوص اذا صوتي يوصل لك الخليج، يعني مجلس التعاون العربي الذين ياتون بكثره سمير. وهي سمير تسمعني؟ وهي منطقه تعج بالسواح ليلا ونهارا وحتى فتره الظهيره. سمير الحميدي، نجد ان الناس مزدحمين في هذا المكان. يبدو انه سمير تسمعني، صوتي واصل لك.
سمير تسمعني؟ سمير، سمير الحميدي، يبدو انه سمير ما يسمعنا. اذا نشكرك احنا سمير الحميدي، كنت ويانا بجولة مثمرة من منطقة الصدرية.